والمواضيعنا لليوم، حيث أكد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أن المرحلة الثانية من خدمة الإرشاد المهني عن بعد تستهدف 20,000 من الباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والطالبات وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ولتسليط الضوء أكثر على خدمة الإرشاد المهني عن بعد ينضم إلينا في الاستوديو مدير عام تمكين الشباب في صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس محمد المحيسن. يا أهلا وسهلا فيك مهندس محمد. حياك الله. يا مرحبا. الله يعطيكم العافية. في البداية خلينا نوضح إيش هي فكرة المبادرة اللي قامت فيها هدف، ونبين للمشاهدين كيف ممكن نحن نستفيد منها. أولا نشكركم على الاستضافة لتسليط الضوء على خدمة مهمة وبرامج الإرشاد بشكل عام. الفكرة هي تقديم خدمات الإرشاد المهني من قبل مختصين في الاستشارات المهنية لكافة المستفيدين في مجال التطوير المهني، والغرض أولا رفع مستوى الوعي الذاتي لدى المستفيد بقدراته وميوله وربطها بجميع التخصصات والمهن واحتياجات سوق العمل، ورفع مهارات التخطيط المهني لدى المستفيدين مساعدتهم في اتخاذ القرارات التعليمية والتدريبية للحصول على الوظيفة، وأيضا رفع المعرفة والوعي بالمهارات المطلوبة في سوق العمل واحتياجات سوق العمل بشكل عام، أيضا رفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال الإرشاد المهني. طيب احنا ودنا صراحة نبسطها أكثر للمتابع، يعني أغلب المتابعين الآن اللي يشوفونا يمكن المهتمين بهذا الموضوع في أمس الحاجة أن يعرفون معلومة لأنهم باحثين عن الوظائف. هذه الخدمة ببساطة يعني تقدم لكل شخص يبحث عن وظيفة أم الأشخاص اللي باحثين عن وظيفة واللي على رأس العمل في نفس الوقت؟ كيف راح تخدمونهم في هذا الموضوع؟ الحقيقة هي تقدم لأربع شرائح من المستفيدين، ابتداء من طلاب المرحلة الثانوية وطالبات المرحلة الثانوية وطلاب وطالبات الجامعات، وأيضا الباحثين عن عمل في بعد التخرج. بعد التخرج وأيضا الموظفين على رأس العمل يحتاجون تطوير مهني، من منا لا يحتاج تطوير مهني صحيح. وخطة المسار، فهي تخدم الأربع فئات هذه. صحيح، ممتاز. طيب مهندس، لو تكلمنا عن موضوع الناس اللي الآن قاعدة تسمعنا وتبغى تستفيد من الإرشاد المهني، خصوصا أنه عن بعد يعني فيه تسهيلات كثيرة صراحة، كيف ممكن نسجل سواء أنا كنت طالب أو كنت موظف على رأس العمل، كيف أقدر أستفيد منها؟ أي نعم، خطوات التسجيل جدا مباشرة وبسيطة. التسجيل أولا في بوابة سبل، وبعد بوابة سبل، بوابة سبل لتطوير الإرشاد المهني، بعد كذا اختيار خدمة التواصل مع مرشد، وبالتالي تحديد الغرض من الجلسة والوقت المناسب للمسترشد، وبالتالي يتم بعد ذلك الاتصال وتقديم الخدمة له بالوقت المحدد. تطبيق ها؟ طريق تطبيق؟ ويب سايت، والآن الخدمة على البوابة نفسها. ما في تطبيق يعني؟ تطبيق بإذن الله ضمن خطة التطوير. هذا مهم. نعم مهم، الناس كلهم تطبيقات الحين بإذن الله. طيب احنا عندنا تطبيق أو هدف وسبل وش الثالث؟ دروب يعني. صحيح، دروب. ايش الفرق بينها يعني عشان ما يلخبط المتابع؟ والله احنا طبعا هدف هي البوابه العامه الرئيسية. الصندوق الرئيسيه. سبل هي معنيه في الارشاد المهني اكثر. طبعا في طاقات، هي المنصه اللي يكون فيها الربط بين اصحاب العمل وطالبي العمل بالشواغر، هذه برضو مهمه. ودروب هي منصة تعليم إلكتروني تتكلم عن إكساب المهارات في مختلف احتياجات سوق العمل. جميل. طيب مهندس، كيف ممكن الاستفادة منها، حضوريا أو فقط عن بعد؟ الحقيقة الخدمة هذه الآن متوفرة عن بعد بحيث أنها تخدم كافة المناطق المملكة، لكن طبعا الباحث عن عمل اللي يبحث عن خدمة one to one physical مباشرة موجودة عندنا مراكز فروع هدف، مراكز طاقات. جميل. يتم تقديم برضو خدمة الإرشاد المهني طريقة. طيب أنتم عندكم 25 مرشد. نعم. ما تعتقد بأنه العدد قد لا يكون كافي لعشرين جلسة في السنة هذه، صح؟ الهدف 20 اللي أنتم تبون توصلوا لعشرين، 25 كافي؟ 25 مرشد؟ والله بإذن الله هم كافي 25 مرشد لإطلاق الخدمة، لكن احنا حاطين تصور بناء على اطلاق ومدى استيعاب السوق لها وحاجة المسترشدين. يتم بإذن الله رفع الطاقة. كيف طريقة التواصل مع المرشدين، حضوريا ولا عن طريق الهاتف او عن طريق مثلا وسيلة اخرى؟
المسترشد يتم اتصال بعد ما يحجز، يتم اتصال على الهاتف أو الجوال الخاص فيه في الوقت من قبل المسترشد، فإحنا اللي نقوم بالاتصال. الخدمة مجانية طبعا. مجانية طبعا. ممتاز. جميل. طيب الآن ممكن البعض يقول لك أنا أبغى أكون لي دور أقدم استشاراتي المهنية وأبغى أكون موجود ضمن هذه المبادرة، في آلية لها أو أنتم تختارونهم بالأسماء، فيها ترشيح، كيف الطريقة؟ أي نعم، يعني الحقيقة ذكرت أنت جانب مهم، وإحنا عندنا مبادرات عديدة حقيقة إن شاء الله راح ترى النور في مجال الإرشاد المهني. ما ذكرتيه هو يخص مبادرة اسمها تبادل الخبرات اللي هي المنتورشيب. فالمبادرة هذه حتكون في منصة بإذن الله لتبادل الخبرات من بين أصحاب الخبرة في مجال معين من سوق العمل مع اللي تو ملتحق في سوق العمل، مثلا في مجال معين في المجال المحاسبي ولا المالي، فيتم الربط وتبادل الخبرات، ويمكن تسجيل أصحاب الخبرة وحتى المتقاعدين لتبادل خبرات. جميل. مع اللي توهم بادين العمل بإذن الله. طيب عشان بس نوضح الصورة للمشاهد، يعني ما يعتقد بعضهم أنه هذه المنصة للبحث عن وظائف هي تحديد ميول، تطوير أدوات، توصيلك إلى أدوات أفضل للحصول على الوظيفة اللي أنت ممكن تتمناها، عشان نوضح الصورة أفضل. صحيح. يعني إحنا طبعا بغينا نتكلم عن وظائف موجودة منصة طاقات، لكن منصة سبل هي ما معنية بالإرشاد المهني والتطوير، فهي معنية في بالبداية أنك تعرف ميولك وذاتك وقدراتك، بعد كذا الميول هذه نجي نربطها نربطك بسوق العمل. ففي تطوير برضو كبير جاي إن شاء الله على منصة سبل بالربط بسوق العمل للتأمينات الاجتماعية، على أساس اتجاهات السوق على مهنة معينة كيف متحركة في سوق العمل، الربط مع الشواغر في طاقات أو إن شاء الله منصة موحدة للتوظيف إذا كان هو يبغى يشوف الشاغر المناسب، برضو الربط مع التعليم والجهات التدريبية المعتمدة، كل هذا بإذن الله حيكون موجود. جميل. طيب لو تكلمنا عن موضوع الشراكات أو التعاون، تعرف لما نتكلم عن بيئة بالذات الطلاب والطالبات نتكلم عن جامعات، نتكلم عن مدارس. صحيح. فإحنا يعني هل في خطوة نحن نشوفها موجودة من تعاون، من مذكرات تفاهم تخدم هالمبادرة؟ نعم، يعني أنت ذكرتي جانب مهم هو التقاطع مع التعليم، لأنه الإرشاد المهني حقيقة جزئين، الجزء الأول في التعليم والجزء الثاني مع أنظمة العمل ممثلة بوزارة الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية. فعندنا مبادرة بإذن الله تهدف إلى توفير مرشدين في الجامعات وتقديم بإذن الله زيارات حتى المدارس بإذن الله. هذه برضو مبادرة احتمال ترى النور نهاية السنة بإذن الله. أنتم ممكن تقدمون نصائح من خلال المرشدين لبعض الباحثين عن وظائف، أنه ترى أنت عندك قصور في هذا الجانب لازم تنميه على أساس تحصل على الوظيفة اللي أنت تبيها. نعم. نعم، يعني تعطون هذه النصائح. نعم، بعد ما يتم تحديد الهدف المهني وفقا للمقاييس، يصير في مقاييس، يعني إحدى المشاريع برضو اللي راح تنر النور بإذن الله بناء مقاييس مهنية بعدد كبير فوق تقريبا 10 أو 12 مقياس مهني، راح نبنيها مع المركز الوطني للقياس، وحنبني برضو معالم الوظيفة والكفاءات المطلوبة لكل مهنة حسب التصنيف السعودي للمهن تقريبا 2013 وظيفة. فحتم بني المقاييس هذه اللي تساعده بعد ما يخوض المقاييس هذه انه يقول خلاص انا مثلا مهنة التسويق او مهنة المهندس هي المهنة المناسبة لي، في مقاييس تقيس المهارات والقدرات لديك بحيث انها يتم تحديد الفجوة الموجودة على اساس يبدا الشخص يطور مهاراته يكون جاهز لسوق العمل. جميل. انا اتوقع هذه حتكون مشموله ايضا من ضمن السبل. نعم، باذن الله. باذن الله، لانها تكون تقريبا خطوه قبل التوظيف، جدا تساعد صراحه للتوجيه المهني والارشاد المهني لكل اللي يبغون يتوظفون. صحيح. الجلسات عباره عن ايش؟ زي الندوات، زي يعني محاضرات، زي اذا تعطينا يعني نبذه عنها. نعم، بالنسبه للجلسات بما يخص الخدمه هذه هي خدمه مرشد 1-to-1، بحيث أنها زي خدمات الاستشارية الموجودة، فهي خدمة مع كذا شخص. نعم. لا 1-to-1 يعني من المرشد ومسترشد فقط مباشرة. طرفين، لكن برضو عندنا ورش عمل نقدمها لكافة المسترشدين، نقدم أحيانا حتى ورش بين المستفيدين، لأن أحيانا جزء من التعليم هو التعليم من الزميل، فهذه برضو نقدم ورش تعليمية، يعني كل أنواع البرامج موجودة من ورش إلى الـ 1-to-1، لكن الخدمة هذا اللي أطلقناها تختص في الـ 1-to-1 أو الخدمة
المباشرة بين المرشد والمسترشد. عندكم جلسات في أو هدفكم في السنة القادمة أن توصلون ل 25,000 جلسة إلى 30,000 جلسة في المواسم المقبلة، صحيح؟ أي نعم. هذا المستقبل يعني بالنسبة لكم؟ بإذن الله، يعني إحنا المستهدف بإذن الله 20,000 جلسة إرشاد السنة هذه، وإن شاء الله اللي بعدها نرفعها إلى 25,000، والسنة الثالثة إن شاء الله إلى 30,000. رغم أن إحنا ممكن إذا يعني خدمة الإرشاد حقيقة المهني جديدة على سوق العمل ومهمة جدا ومفقودة حقيقة. ستؤثر على قطاع الأعمال بشكل إيجابي. نعم، هي راح تأثر على قطاع الأعمال بشكل كبير، لأنه كلنا نعرف الآن رأس المال البشري هو أهم عنصر. صحيح. الآن وأهم رأس مال كافة قطاع الأعمال والدول. فالمبادرات هذه لها تأثير كبير، أولا في رفع مستوى الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، في رفع مستوى جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل، في رفع مستوى الأداء والإنتاجية من الموظف وبالتالي استقراره. فإحنا إذا الفرد الآن بالبداية أول شيء عرف ميوله وقدراته وشخصيته وقيمه وحدد مساراته التعليمية والمهنية وفقا لها، طبيعي أن أداءه حيكون عالي جدا وإنتاجيته عالية، وبالتالي استقراره المهني مما يعكس تأثير كبير على قطاع العمل. وهذا اللي نحتاجه. طيب حقيقة. عندي سؤال بس أخير إذا سمحتي لي. نهى، ما في تنسيق بينكم وبين الجهة التعليمية عندنا وزارة التربية والتعليم أنه يكون فيه تقنين بعض التخصصات في مخرجات التعليم؟ ما يكون بينكم شراكة وتنسيق؟ طبعا فيها الآن حتى مبادرة، أحد مبادرات الرؤية، مبادرة الإرشاد الشامل. المبادرة هذه معنية بالتقاطع مع التعليم، وبالتعليم يعني في مبادرة مشابهة لهم في التعليم، مطالب تقاطع بينهم. وطبعا التعاون مع التعليم كبير، احنا الآن نبني شراكات، ننطلق بشكل كبير السنة هذه مع مختلف الجامعات في المملكة حتى الجامعات الأهلية ببناء شراكة بمختلف برامج الصندوق، سواء برامج الإرشاد وغيرها. وطبعا لو توفرت المقاييس بإذن الله راح تساعد في اختيار حتى المجالات أو التخصص، أو أنه من المرحلة المتوسطة، برضو وزارة التعليم قائمة بالشيء هذا. يعني ممكن تدخلون على المرحلة المتوسطة كمان؟ المرحلة المتوسطة بإذن الله. فالتعليم برضو عنده الآن مسار، وإحنا بإذن الله راح نتقاطع معه فيه. ممتاز، الله يعطيك العافية. المهندس محمد محيسن، مدير عام تمكين الشباب في صندوق التنمية، تنمية الموارد البشرية.